بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس ديال ضرب وقسمه الاعداد العشريه النسبيه خاص بالسنه الاولى اعدادي. اولا ضرب عدد الاعداد العشريه النسبيه، اولا صغيرها جدا عددين عشريين نسبيين لهما نفس الاشاره. اذا غادي نشوفوا واحد المثال، مثلا عندنا 2 ضرب 3، 2 ضرب 3 فهي كتساوي 6. نفس الشيء لاخدنا مثلا ناقص 4 ضرب ناقص 5، إذا لخدينا ناقص 4 ضرب ناقص 5 وحسبناها بالآلة الحاسبة غادي نلقاوها كتساوي 20. أما إلا خدينا مثلا زائد 4 ضرب زائد 7 فإلا استعملنا الآلة الحاسبة كذلك غادي نلقاها كتساوي 28. إذا في هذه الحالة كتلاحظ بأن جوج ضرب 3 كتساوي 6، ناقص 4 ضرب ناقص 5 كتساوي 20، زائد 4 ضرب زائد 7 كتساوي 28. هاد الأمثلة كاملين كنشوفو هاد النتيجة اللي حصلنا عليها فهي موجبة. إذا فاش كيكون عندنا جدا عددين عندهم نفس الإشارة، إما عددين موجبين معا أو لا سالبين معا، إذا عدد سالب في عدد سالب كيعطينا عدد موجب، وعدد موجب في عدد موجب كيعطينا عدد موجب. إذا إلا عندنا جدا عددين عشريين نسبيين لهما في الإشارة، إلا كان عندنا جدا عندهم نفس الإشارة، جدا العددين عندهم نفس الإشارة، فالحاصل أو النتيجة كتكون عدد موجب. إذا عندنا واحد القاعدة، عندنا قاعدة جدا عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة، لهما نفس الإشارة، هو عدد عشري وعدد عشري موجب. إذا كان عندهم نفس الإشارة، جدا عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة، هو عدد عشري موجب. عندنا مثال، ناقص 3.1 ضارب ناقص 7. إذا ناقص 3.1 ضارب ناقص 7، كنلاحظ بأن عندي جدا عددين لهما نفس الإشارة، ده سالب ده سالب، ده فهو عدد موجب، يعني زائد 7 ضارب 1 ولا 3.7، إذا 3.1 ضارب 7، إذا كنديرو جدا المسافتين 7 في 1 اللي هي 7، 7 في 3 اللي هي 21، رقم فاصلة، إذا 21.7. عندنا زائد 6 ضارب زائد 5، إذا جدا عددين لهما نفس الإشارة فهو عدد موجب، إذا زائد 6 في 5 اللي هي 30. إذا هذه هي القاعدة ديال جدا عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة. إذا عندنا نفس الإشارة نحتفظ بالإشارة ديالهم. إذا جدا عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد عشري موجب. من بعد غادي نشوفو التصحيح ديال التمرين 1 و 2 صفحة 67. هنا أحسب الجداء التالية. إذا إلا خدينا الجداء الأول، لدينا 78 ضارب 21، إذا إلا خدينا هذا العدد فهو موجب، هذا العدد فهو موجب، إذا الجداء غيكون عدد موجب. ثم من بعد كنحسبو، إذا 78 ضارب 21، 8 في 1 اللي هي 8، 1 في 7 اللي هي 7 نقطة، 2 في 6 اللي هي 16 تفضل بواحد، 2 في 7 14 زائد 1 اللي هي 15، 8 7 زائد 6 اللي هي 13، 1 1 زائد 5 اللي هي 6، عندنا 1، عندنا إذا 1638. نفس الشيء إذا خدينا العملية الموالية، 14.3 ضارب 2.8، جدا عددين عندهم نفس الإشارة لأنه عدد موجب، نحتفظوا بالإشارة ديالهم زايد، ومن بعد نحسبوا، إذا 14.3 ضارب 2.8، 8 في 3 اللي هي 24 نحتفظوا بجوج، 8 في 3 في 4 32 زائد جوج عطاتنا 34، كتبوا 4 نحتفظوا ب 3، 8 في 1 8 زائد 3 11، ثم عندنا نقطة، 2 في 3 اللي هي 6، 2 في 4 اللي هي 8، 2 في 1 اللي هي 2، عندنا 4، 4 زائد 6 اللي هي 10 نكتبو صفر نحتفظو بواحد، 1 زائد 1 اللي هي 2 زائد 8 اللي هي 10 نكتبو صفر نحتفظو بواحد، 1 زائد 1 اللي هي 2 زائد 2 اللي هي 4، نجد أرقام فاصلة، إذا 40.04. ثم عندنا العملية الموالية، 0.7 ضارب 74، إذا شنو غيساوي عندنا؟ 0.7 ضارب 74، جدا عددين لهما نفس الإشارة إذا فهو عدد موجب، 4 في 7 اللي هي 28 كتبوا جوج، كتبوا 8 واحتفظوا بجوج، 7 4 في 0 اللي هي 0 زائد جوج اللي هي 2، ديروا النقطة، 7 في 7 اللي هي 49 كتبوا 2 واحتفظوا ب 4،
سبعة في صفر ليا صفر، زائد أربعة ليا أربعة، ثمانية، جوج زائد تسعود ليا حداش، كتبو واحد محتفظ بواحد، واحد زائد أربعة ليا خمسة، عندنا رقم وراء الفاصلة إذا عدتنا 51.8. ثم العملية الأخيرة اللي بقات عندنا 35 ضرب 6، جدا عددين لا نفس الإشارة، هذا موجب هذا موجب، إذا فهو عدد موجب. ثم من بعد غادي نحسبو، إذا عدتنا 35 ضرب 6، 6 في 5 اللي هي 30، كتبو 3 0 محتفظو بـ3، 6 في 3 18 زائد 3 اللي هي 21، إذا زائد 210، إذا واضحة. ثم من بعد غادي ندير التصحيح ديال التمرين جوج 67، إذا لدينا ناقص 9 ضرب ناقص 0.6. إذا لاحظنا الإشارة ديال هذا الجدة، هذا العدد سالب وهذا العدد سالب، جدة عددين لهما نفس الإشارة، إذا فهو عدد موجب. ثم تنحسبو، إذا 0.6 عندنا 9، 9 في 6 اللي هي 54، كتبو 4 محتفظو بـ5، 9 في 0 اللي هي 0 زائد 5 اللي هي 5، إذا 5.4. ثم غادي نشوفو العملية الموالية، ناقص 0.8 ضارب ناقص 7.5، إذا جدا عددين كذلك لهما نفس الإشارة، هذا العدد موجب وهذا العدد عفوا هذا العدد سالب وهذا العدد سالب، لهما نفس الإشارة، إذا جدا غيكون عدد موجب. ثم كنديرو جدا المسافتين، إذا 0.8 ضارب 7.5، 5 في 4 اللي هي 5 في 8 اللي هي 40، كتبو 0 تاخدو بـ4، 5 في 0 0 زائد 4 40، زائد 4 هي 4، 7 في 8 56، كتبو 6 محتفظو بـ5، 7 في 0 0 زائد 5 اللي هي 5، تعطينا 0، 4 زائد 6 اللي هي 10، كتبو 0 محتفظو بـ1، 1 زائد 5 اللي هي 6، شحال من رقم الفاصلة عندنا؟ جوج، إذا كتساوي زائد 6.00. ثم العملية الموالية، لدينا ناقص 11.3 ضارب ناقص 7.2، جدا عددين لهما نفس الإشارة، إذا فهو عدد موجب، إذا كنحتفظو بزائد 11.7 ولا فاصلة 3، 11.3، إذا جدا المسافتين ضارب 7.2، 2 في 3 اللي هي 6، 2 في 1 اللي هي 2، 2 في 1 اللي هي 2 نقطة، 7 في 3 اللي هي 21، كتاخدو بجوج، 7 في 1 اللي هي 7 زائد 2 اللي هي 9، 7 في 1 اللي هي 7. إذا عندنا 6، 2 زائد 1 اللي هي 3، 2 زائد 9 اللي هي 11، كتبو 1 نحتفظو بواحد، 1 زائد 7 اللي هي 8، شحال من رقم الفاصلة عندنا؟ 2، إذا زائد 81.36. ثم العملية الموالية، ناقص 4 ضرب ناقص 19 تساوي، جدا عددين لهما نفس الإشارة، مو سالب سالب، إذا فهو عدد موجب، إذا نحتفظو بالإشارة ديالهم. ثم غادي نديرو جدا المسافتين، إذا 19 ضرب 4، إذا 19 4 في 9 اللي هي 36، كتبو 3 4 6 محتفظو بـ3، 4 في 1 اللي هي 4 زائد 3 اللي هي 7، عدتنا 76. وبهذا كنا سينا التصحيح ديال هاد التمرين، اللي عندو شي سؤال مشاجر خليه في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.